عن أهمية هذه المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بينضم لنا دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. دكتور مساء الخير، وبتشوف إزاي أهمية هذه المبادرة لزراعة لزراعة 100 مليون شجرة؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في بداية، هذه المبادرة من المبادرات الرائدة في مجال البيئة التي أطلقها فخامة الرئيس خلال الفترة الماضية، ودي بتعكس اهتمام مصر بقضية الأشجار، ويمكن قضية الأشجار مصر بتهتم فيها منذ زمن طويل، وحتى القوانين أساسا بتحث وزير الزراعة والمسؤولين والأحياء بزراعة الأشجار. وبالتالي إطلاق فخامة الرئيس إلى زراعة 100 مليون شجرة بيحسن كبير جدا في البيئة، وبيحسن حاجات كثيرة جدا. ولكن خلينا أقول إنه ده كمان بيأتي في إطار الاهتمام العالمي بالغابات والحفاظ على الغابات العالمية، وخصوصا الغابات في أفريقيا، لأنه معلوم إن الغابات دي أصلا يعني الرئة الطبيعية للهواء. المبادرة يعني على مدار 7 سنوات هيبقى في جزء من هذه المبادرة أشجار مثمرة مثلا زي الزيتون، وبعض الأشجار الخشبية زي الكافور وغيرها، وهيتم يعني زراعتها في أكثر من 9900 منطقة في على مستوى الجمهورية، وهتاخد حوالي 6600 فدان هتكون جاهزة للزراعة لهذه الأشجار المهمة جدا للطبيعة ومهمة جدا للبيئة. إزاي هتكون مهمة للبيئة؟ يعني إزاي هتسهم المبادرة دي في التخفيف من أثار التغيرات المناخية؟ أول حاجة إن الشجر ده تقريبا بيمتص حوالي ربع ثاني أكسيد الكربون الذي يأتي من النشاط البشري. كل الأنشطة البشرية التي ظهرت منذ الثورة الصناعية أطلقت ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة جدا، ودي أدت إلى زيادة درجات الحرارة درجة 2.2. وبالتالي لما هذه الأشجار تمتص ربع هذه الثاني أكسيد الكربون، يبقى ده هيساعد بالتأكيد على تقليل الاحترار العالمي، وبالتالي هيساعد بشكل كبير جدا في تقليل التداعيات تغير المناخ. دي حاجة. الحاجة الثانية ان الاشجار كمان بتمتص حوالي 20 كيلو من الغبار في السنة، لان بتعتبر الاشجار مصدات للرياح المحملة بالاتربة، وبالتالي بتقلل جدا من الاتربة اللي بتخش على المدينة وعلى وعشان كده احنا بنلاقي الريف افضل حالا بكتير من المدينة. كمان ايضا الاشجار بتحسن جدا من الملوثات السامة زي الزئبق والرصاص وغيرها، لانها برضو بتمتص هذه الترسبات. الشجر كمان بيساعد على تلطيف درجة حرارة الجو في الطبيعة، وعشان كده بنلاقي المناطق اللي هي فيها أشجار بكثافة بتقل درجة حرارتها 4 درجات عن المناطق التي ما فيهاش أشجار وكده. كمان اللطيف في الأمر إن وجدنا من الأشجار إن هي بتقلل من الضوضاء وتحد من شدة هذه الضوضاء بشكل كبير جدا. ايضا الاشجار لها دور مهم جدا في التنوع البيولوجي. حضرتك بتشوفي هي مأوى للطيور، وهذه الطيور لها دور مهم جدا في التوازن الطبيعي والتوازن البيئي. الاشجار ايضا لها دور مهم جدا في صحة الانسان، لما بتنقي الهواء وتخلي الهواء نقي وصالح للاستنشاق، لانه كمان الشجر بياخد ثاني اكسيد الكربون وبيطلع اكسجين، وبالتالي بيحسن جدا من صحة الانسان. وبالتالي كل دي فوائد كبيرة جدا للاشجار، ومهم جدا يكون زراعتها على كل المناطق في الجمهورية، وخاصة طبعا في المناطق اللي هي الصحراوية، علشان تمنع الهواء المحمل بالأتربة زي ما قلنا قبل كده. نعم، بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس.